أصعب حلقة في مسيرتك وأفضل حلقة من وجهة نظرك؟ أهم لقطة في مسيرتي كانت تغطية ماتش برشلونة وريال مدريد من الملعب، كنت أنا وحازم إمام وميدو. دي كانت أهم لقطة في حياتي في شغلانة الإعلام، لأن دي حسيت إن أنا أخدت خطوة. رحت في حتة تانية؟ يعني بفضل الله الحمد لله، ما أقدرش أقول يعني كده، بس يعني ساعتها حسيت أنت واقف قدام 50 قناة وانت التلفزيون المصري او انت اللي جاي من مصر ممثل القصة، وكله مرصوص جنبك في ارض الملعب، كل الناس اللي انت معلق صورهم في اوضه النوم انت شايفهم بيجروا وراك، يعني انت على الملعب شايف كريستيانو وميسي وكله في الملعب. ما كنتش مصدق كل الجمهور اللي انت بتشوفه في التلفزيون ده قاعد قدامك وانت في الملعب شغال استوديو. لحظتين عمري ما هنساهم، اللحظة دي والاصعب من كده هو لقطة ماتش مصر والكونغو في التأهل لكأس العالم قبل جون صلاح. أنا كنت شغال استوديو من الملعب والناس كانت بتهتف قبل ما جون التعادل يجي، كنت عضو مجلس إدارة أنا وحازم وكنا في الاستوديو. لما جيت هنا جون التعادل الناس زعلت جدا، فالناس ابتدت تدور لنا جمهور، يعني جمهور أنت قاعد في ظهره تدور لك وقاعد بقى، يعني طبعا كانوا زعلانين جدا جدا جدا. وفجأة قالوا لي هوا، فكنت كرسي بيلف كده، فأنا بلف أتفرج على الماتش وأرجع ألف قدام الكاميرا لأن احنا قاعدين في أوضة إزاز. فلفيت واحنا 1-0 واحنا 1-1 ومش عارف بقى انا هطلع اقول ايه، هطلع قالوا لي بقى خلاص يعني ابتدي جهز وبتاع خلاص هيطلع هوا. مش هتفهم الاحساس ده احمد غير اما انت تعيش احساس ان انت رايح فرح لقيته عزا ثم لقيته فرح. فدي اللقطه اللي انا اتدورت ضرب الجزاء، فطالع بقول للناس مبروك. اول 5 دقايق بقى في الاستوديو انا يعني مش عارف القصة ماشية ازاي ولا انا بقول ايه ولا يمكن كلنا عشنا التقلب في المشاعر، بس حضرتك كان باختلاف انت كأولا مسؤول هتسأل عن الموقف، ثانيا كمذيع لو مطلوب ان انت تخفف عن الناس وتواجههم بعد ثانية من الماتش، فهي دي بتبقى صعوبتها اعتقد يعني. اصعب دي اصعب لحظة في حياتي، دي اللحظة اللي انا يعني كانت صعب عليا ان انا ابقى مسؤول وابقى اعلامي في نفس الوقت، ودي اللحظة اللي انا اخدت فيها قرار صعوبة ان انا ارجع للعمل العام. وده قرار انت مش عايز ترجع له خلاص، كان هو تبقى مسؤول عمل عام ماشي يعني زد في الاخر ده حاجه خاصه بيكم او بنادي بتاعكم، مش انما يعني نرجع للعمل العام خطوه صعبه.